انا عملت مع حضرتك وشايفه اني افضل. الحمد لله الحمد لله يا مولى. انا دلوقتي كانت واحده صاحبتي ده في البدايات داخله تعمل عمليه كده مش لطيفه، كان عندها روماتويد على فكره، احنا الاثنين كان عندنا روماتويد. المهم ف هي كانت الموضوع متطور قوي، يعني كانوا بياخدوا حتت من حتت تانية من جسمها ويلزقوها في حتت تانية في جسمها، كانت صعبه. المهم العمليه دي كانت صعبه، فانا قلت لها طب ادخلي بقى حطي في بالك انك هتشفي بسرعه، خدها بشويه نصايح. قلت لها مش هقدر اعمل، يعني احسن ان انا اجي لك المستشفى او اجيب لك ورد، انا اعمل لك اللي اقدر اعمله، انا هقول لك نعمل ايه. وتخيلي نفسك بتشفي وعملت حاجات كتير قوي، وانتوا كمان تخيلوا نفسكم بتشفوا هتلاقوها انا عامله فيديوهات عليها. فسبحان الله لما عملت العمليه الدكتور حس وعلق، قال لها انا في حاجه غريبه جدا، انت جروحك بتلتئم اسرع والدنيا بتمشي اسرع معاكي، انا مش فاهم بتعملي ايه. تخيلوا. هو اوكي رجعنا، مولي بتقول انا عملت مع حضرتك. اوكي فانا كنت لسه بحكي لكم على صاحبتي ان الدكتور اخر حاجه قال لها انا مش عارف حصل ايه، لانه في حاجه فيكي غريبه. هو حس بقى عندها عزيمه او حاجه، بس هو ما كانش عارف يفسرها، بس قال لها علميا انا مش فاهم، انتي جروحك بتلتئم اسرع وفي حاجه حاصله، لان كانت عامله عمليات يعني زي واخده اللحم من منطقه او حاطه اللحم في حته تانيه. فهي بيقولوا ان بيحصل حاجات عجيبه جدا، ودي ما كانتش واخده ولا حاجه جنب اللي انتوا واخدينه. زي ما قلت لكم انا قعدت معاها ساعه في النادي واديتها شويه نصايح، وما كنتش انا بالشطاره دي برضو، كنت في البدايات خالص، بس اللي عندي قلته لها. فانا عايز اقول لكم اقتنعوا الاول، يعني بليف، فاكرين الفيديوهات على المعتقدات، سوري، ازاي ان احنا الجسم ممكن يشافي نفسه ويوي، عايزاكم تبصوا على دول تاني، دكتور بروس ليبتون قال ايه وده قال ايه وده قال ايه، كل ده هيثقلكم ويعرفكم انه اوكي. في اي سؤال تاني؟ انا هقفل بقى، انا النت ده ورايا ورايا، انا تعبت تعبت من النت، بس ماشي الحال. اوكي فهو هيساعد قوي يا لؤي واي حد تاني، نور او اي حد تاني، ان احنا نشيل المعتقدات دي. وانا طرق ان احنا نشتغل المعتقدات زي ما ده اللي احنا اشتغلناه، ده معتقد بالرغم ان انا معتقد، او كمان ان انا ارجع ابص تاني على امثله ناس شافيت في كتير. لو عملت جوجلنج امثله ناس شافيت في العالم والدكاتره مش فاهمين، كتير كتير بجد، وفي مصر كمان في ناس وكده. الحاجه الثالثه ان انا اقرا الحاجات العلميه بقى، او اسمع الفيديوهات اللي انا اتكلمت فيها عن دكتور بروس ليبتون، عن دكتور جو ديسبنزا، عن الدكاتره دي بتقول ازاي ان الجسم قادر للتشافي لوحده. ده اللي العلم الجديد بيقوله كتير، يعني لازم تسمعوها كتير، تلف جوه لغايه ما يحصل تغيير في المعتقد. اوكي دي الحته دي ان انا اقدر اتشافى. الحته بتاعت انا هياخد مني وقت